السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن رجلا كان يمشي في صحراء فرأى خيمة أمامه فتوجه إلى هذه الخيمة، فلما اقترب منها سمع رجلا يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فلما وصل الخيمة دخلها فإذا بها رجل كبير في السن، مقطوع اليدين مقطوع الرجلين، أعمى البصر. سلم عليه ثم قال له: سمعتك تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه. فقال الرجل: نعم. قال: فضلك بماذا؟ فضلك بماذا؟ مقطوع اليدين مقطوع الرجلين، أعمى البصر، فقيرا معدما، لا مال ولا ولد. فقال الرجل: هذا الكبير مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين، هذا الأعمى، قال: ألم يعطيني الله لسانا ذاكرا أذكر الله به وأقرأ القرآن وأخاطب الناس؟ قال: بلى. قال: كم من عباد الله من هو أبكم لا يتكلم؟ قال: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على هؤلاء الكثير. قال: ألم يعطيني الله سمعا أسمع به؟ قال: بلى. قال: كم من عباد الله من هو أصم لا يسمع؟ قال: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على هؤلاء الكثير. وبدأ يعدد نعم الله عز وجل عليه: نعمة العقل، نعمة الإسلام، نعمة الرضا بالقضاء والقدر، نعمة الصبر على الابتلاءات، نعمة الصبر على الأمراض. فما أعظم أن يرضى المسلم بقضاء الله وقدره، ما أعظم أن يصبر المسلم على الابتلاءات وأن يصبر على الأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، نصب يعني تعب، وصب مرض، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.